كتابات متسارعة، فرص النجاة تقل. يا هذا المدى، أين البداية فيك؟ بل أين الطيور وشجرة التنوب؟ كيف ستصبح الدنيا على مرمى الحصى وأنا وحيد بين نفسي والنوافذ؟ يا فضاء الزنزلخت وظل بيتي وانحناء الذكريات أمام مرآتي، ووجهي فائض بملامحي، وتوتر يكفي لأقلق دائما، وحبيبتي كانت ترتبني بقبلتها وتأسرني على باب المدينة لا أراها الآن، والقمر الصغير هو الذي كتب الوصية للمواسم، وانتهى خلف الغمامة راجيا ليلا يطول ونجمة أخرى، وفي بعض الهواء ندى، وفي لون الصباح مشى الغريب إليك يحمل تارة حبا ومرات أغاني من بقايا النائمين على غضيض العشب، والماء الذي في النهر من عرق الطيور على التلال، وفي يدي قلب ونرجسة، وفي عيني سرك قد كتب.